الذي سيكون مناسب لإعطاء انطلاقة لإنجاز برنامج هذا الجمع على سطات عاصمة إقليم سطات. هذا البرنامج الذي سيكون بمثابة وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المراد إنجازها خلال المدة الانتدابية للمجلس الجماعي، وذلك بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة في إطار مقاربة التشارك يهدف تحسين مستوى عيش الساكن. بسم الله الرحمن الرحيم. كان عندنا اليوم هذا اللقاء اللي تأسس السيد العام المشكور. هذا اللقاء يندرج في إعداد مسار برنامج عمل جماعة سطات، وهذا اللقاء اللي تأسس السيد العام اليوم كان مناسبة باش يعطي تعليمات ديالو لرؤساء المصالح الخارجية وكذا مؤسسات ديال الدولة اللي في التراب ديال الجماعة، لكي تعطينا الملفات ديالها والبرامج المقرر إنجازها أو المساهمة بها في تراب الجماعة. وهذا برنامج العمل كينص عليه القانون التنظيمي 113-14 وخاصة المادة 78 منه، اللي كتقول بأن المجلس الجماعي خاصه في السنة الأولى من الولاية الانتدابية ديالو باش يدير برنامج العمل ديالو، وهذا البرنامج ديال العمل خاصه يكون في انسجام تام مع البرامج الأخرى كبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج التنمية ديال المجلس الإقليمي، واللي كيسهر على التنسيق وهو السيد العامل بصفته المسؤول أول المكلف بتنسيق مع مصالح الإدارات اللامركزة للإدارة المركزية. فبعد هذا اللقاء اليوم اللي كان غادي نبدأ في الأيام أو الشهور المقبلة باش يكون عندنا لقاءات تواصلية مع الساكنة، مع المجتمع المدني، مع جميع الفاعلين اللي كيدخلوا في تراب ديال الجماعة لبلورة واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي غتكون مشاريع تنموية للجماعة الترابية. أملنا كبير للمجتمع المدني وللساكنة وللجنة هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع من أجل نديروا الليد في الليد وباش نعملوا سويا باش يكون عندنا واحد برنامج عمل ديال الجماعة، يكون واحد برنامج تنموي يستجيب لانتظارات الساكنة. وشكرا.